ارجع تاني بقى للاستوديو. وبعدين دكتور عصام بيقول لي ايه، انتوا هتقضوها اغاني ولا ايه؟ ما احنا بنشتغل والله العظيم اثناء الاغاني على فكره، ما بنهزرش يعني. على التليفون، تليفوننا 2575-6977 على التليفون. استاذ سعد صباح الخير على حضرتك. استاذ سعد وانا بحبهم والله. لا 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 يا رب يا رب يا رب. كل سنة وحضرتك بكل خير. اتفضل. الصبر والزهد والرضا. ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. بشكر حضرتك والله يا استاذ سعد، اسعدتنا ونورتنا حضرتك وكل مستمعينا. كمان عايزه الفاصل ده بقى ما يمرش الا وبارك لدكتور حنان عبد المنعم النهارده بقى، عشان بس تعرفي وش البرنامج. وش البرنامج بقى، معلش يعني. وانتي داخله جالك تليفون، ايه ده اترقيت؟ طب انا اطلع على الهواء يا دكتور، انا بس في تليفونات لازم ارد. اترقيت، الف مبروك. ميرسي، ربنا يخليك. تستحقي كل ترقي. تسلمي. وبيصفوكي بساحره التدريب. الله يخليك والله، ساحره التدريب الجميله. الله يخلي حضرتك، بجد انا من قلبي بحب قوي فعلا الحته ان يا جماعه بجد ربنا بيطبطب عليكم كل شويه. صح. ومهما تعملوا اقعدوا فكروا واعملوا وسووا واشتغلوا وروحوا، مالكوش دعوه باي حاجه خالص في الدنيا. مهما يكون عندك رسوب وظيفي، مهما يكون عندك الشركة مش عجباك، وما اشتغلوا على نفسكم. في يوم من الأيام صدقوني في رمضان زي النهاردة هتلاقوا نفسك ربنا بيطبطب عليك يقولك انت تعبت شوية، خد بقى حاجة. زي دكتور حنان انت ترقيت. الحمد لله.